اول سؤال، الزيس اللي عملتها بعد البونت ماكش معناتها؟ ولا ماك تعرف واحد هو معناها كان بليسي اون بلوس يسمع في برشا كلام معناها من برا، معناها ديما مسكر وذنيه ويخدم على روحه وان شاء الله جاي خير ان شاء الله. حكينا على الكلام اللي قاعد تحكي شنو؟ ولا ما نعرفش كيما اخوي معايا ويتمارض الكلام هذاك، الكلام الخايب نتاع كيما نقولوا التنبير معناها، ما لاباس لاباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي، هذاك توفيق من عند ربي وكا الحمد لله، ان شاء الله جاي خير ان شاء الله. بالنسبه اللي عاودتك اليوم مع بونتو جا الحمد لله، انا كنت نحكي لك توفيق من عند ربي، هذاك كل معناها كيما قلت لك واحد يخدم على روحه يحاول يقدم البلوس لاصحابه، هذاك البلوس امبورطون معناها اللي واحد يعطي البلوس ديما يعطي البلوس، ان شاء الله نفرحوا الجمهور ونهديوا لهم كاس الكاف هذا في التسعينيه ان شاء الله.